تعبر علينا لثنيات يدها وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دعا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. الجنة اللي المؤمن بس هو اللي يعرف يعيشها، جنة الإيمان، جنة الطاعة، جنة الرجاء، جنة حسن الظن بالله، جنة كل حاجة تقربنا من ربنا. يبقى أنت عايش في جنة. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي يا إمام؟ قال إنها جنة الإيمان. النهاردة نعيش مع جنة أنا بعتبرها أعظم جنة ممكن نعيش فيها في حياتنا اللي احنا عايشينها دلوقتي، جنة الرجاء، جنة الإنسان يكون عنده رجاء في ربنا، إن الإنسان يكون عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. عايز أبدأ حديث النهاردة معاكم بحديث من أعجب ما قرأت في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار أربعة. أربع أشخاص. الناس دولت في الغالب كده من مفهوم الحديث وليس من منطوق الحديث، المفهوم أن الناس دولت اتحزبوا فدخلوا النار، ثم أمر الله عز وجل بإخراجهم من النار مرة أخرى ليعيد حسابهم. إيه السبب؟ الله أعلم. هل الناس دي أساءت الظن وظنت ان هي دخلت النار ظلما وان هي ما تستحقش النار فربنا سبحانه وتعالى امر بخروجهم عشان يتعاد حسابهم مرة تانية علشان يلقى عليهم الحجة ان هم فعلا يستحقوا النار؟ الله اعلم. ما تعرفش بقى ايه الحكمة من خروجهم مرة تانية ورجوعهم مرة تانية النار. فالحق سبحانه وتعالى امر بخروجهم هم الاربعة من النار، خرجوا الاربعة من النار. وتخيل بقى النار، ربنا يعافينا وعافيك يا رب ويرزقنا واياكم الفردوس الاعلى، النار التي اوقد عليها الف عام حتى احمرت والف عام حتى ابيضت والف عام حتى اسودت، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ناركم هذه او ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. والحديث رواه مسلم، وفي رواية احمد هي جزء من مئة جزء من نار جهنم. فقال الصحابة: وإن كانت نار الدنيا لكافية يا رسول الله، يعني لو لا يعزم بلا ربنا عافينا لو الإنسان يتعذب في نار الدنيا كانت كفاية قوي. فقال لهم: أجل، ولكنها فضلت عليه، يعني نار الآخرة فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها. فالرجل الأربعة دولت خرجوا من النار. طبعا تخيل بقى لما يجي إنسان ربنا عافينا وعافيك يا رب وهو في النار وبيعذب وفجأة يأتي أمر بخروجه من النار، حتى لو كان هيرجع تاني، يعني مجرد بس يعني يتنفس بس كده. فخرجوا من النار فأعاد الله عز وجل حسابهم مرة أخرى، خلاص تيقنوا أن هم يستحقوا أن هم يخشوا النار. فإذا بالحق سبحانه وتعالى يقول للملائكة: اذهبوا بهم إلى النار، يلا ودوهم النار مرة تانية. فهم راجعين بهم للنار، واحد بس منهم ربنا نجاه برجائه وحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. هذا رجل استدار وقال: ربي ما كان هذا ظني بك. فقال جل وعلا: وما كان ظنك بي؟ قال: ظني بك إذ أخرجتني منها، يعني من النار، ألا تردني إليها مرة أخرى. فقال جل وعلا: وأنا عند ظنك بي أدخلوه الجنة. سبحان الملك، رجل خلاص يستحق أن يخش النار وهو دخلها فعلا وشاف العذاب الذي لا يخطر على قلب بشر، زي ما ربنا قال: أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كبالك ده منطوق الحديث، مفهومه برضو لما تبص على الناحية التانية يبقى برضو أعددت العباد الطالحين أو الكافرين في النار برضو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا عمر حد فينا يتخيل شكل النار ولا حجمها ولا العذاب اللي فيها.
لما النبي يقول ان اترمى فيها حجر من على شفير جهنم، وكان النبي قاعد مع الصحابة ساعتها، فلقوا الارض كده تهزت زي ما يكون في زلزال. قال اتدرون ما هذا، او اتدرون ما تلك الوجبة، يعني تلك السقطة، الصوت الجامد دوت. فقال الله ورسوله اعلم. قال هذا حجر القي من على شفير جهنم منذ 70 سنة فما وصل الى قعرها الا اليوم. تخيل حضرتك لو طلعت فوق برج ايفل او برج القاهره او اي برج في الدنيا يعني، ورميت حجر من فوق البرج ده، يصل الى الارض يقينا في مده لا تتجاوز ربع دقيقه. لا ده الحجر اترمى من شفير جهنم، وحجر بقى من احجار الاخره بقى، حاجه يعني ايه، ممكن تكون عماره مثلا يعني. خد بالك، لان ربنا قال عن النار يوم القيامه انها ترمي، انها ترمي بشرر كالقصر. عارف حضرتك لما يكون حد مولع فحم وبعدين يجي ينفخ في الفحم، جاي تلاقي فيه شرار صغير قوي طاير من الفحم كده، لو حضرتك تستحضر المنظر ده. فربنا بيقول بقى الشراره بقى الصغيره دي اللي بتتطاير بقى يوم القيامه من نار جهنم، الشراره الواحده في حجم القصر، انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر. فشوف سبحان الملك، تخيل بقى لما إنسان ربنا سبحانه وتعالى ينجيه من النار ديت بحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. واحد من الأربعة طلع ذكي جدا وعنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى رغم كل العذاب اللي هو شافه ده كله، فقال له ظني بك إذ أخرجتني، ما دمت بقى دوقتني يعني هواء العافية كده ونسيم العافية وبعدتني عن عذاب النار، ألا تردني إليها مرة أخرى. شوف بقى حسن ظنه بالله نفعه قد ايه، مع ان هذا الرجل يستحق دخول النار. يعني معنى كده الرجل ده ما فيش عنده، يعني طبعا ممكن يكون الرجل ده مش كافر طبعا، ده اكيد يعني ممكن يكون الرجل ده من عصاة المسلمين، بل اكيد هو من عصاة المسلمين، بس ممكن تكون ذنوبه كتيره قوي ويستحق انه يخش النار فترات طويله جدا، لكن ربنا نجاه. لان طبعا انتوا عارفين ان الكافر يخلد في نار جهنم خالدا مخلدا في ابدا، دي ما ينفعش فيها ايه يعني، فما تنفعهم شفاعه الشافعين. الكفار لا تنفي شفاعات يوم القيامه، نعم، لكن الكفار لا تنفعهم الشفاعه، فلا لا تنفعهم شفاعه الشافعين. فربنا سبحانه وتعالى امر بهذا الرجل اللي كان بيعصاه وكان بيبرز بالذنوب والمعاصي، لان كان عنده حته حسن ظن بالله سبحانه وتعالى ورجاء في فيما عند الله. فربنا قال له وأنا عند ظنك بي أدخلوه الجنة. يا سلام، عشان كده ربنا قال في الحديث القدسي الذي رواه أحمد، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. في عز المحن اللي بتمر بأي أمة في أي زمن وفي أي مكان، أحيانا بعض الناس لما يكون ما عندوش رضا بالقضاء والقدر وما هوش عارف سنن ربنا الكونية في هذا الخلق، ممكن عياذا بالله شيطان بيلعب بدماغه ويلعب بقلبه ويخليه عياذا بالله يسيء الظن بالله. عارف حضرتك ده الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن، أو بين المؤمن وبين ضعيف الإيمان. مش عايزين نقول فرق حتى بين مؤمن وكافر، سيبنا من موضوع كفار، خلينا في المسلمين. في مؤمن ايمانه عالي او في مؤمن ايمانه بسيطه، والناس بتتفاوت. حتى في زمن الصحابه وزمن النبي عليه الصلاه والسلام كان ايضا الايمان بيتفاوت. فشاهد في موضوع ان في انسان كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وشوف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش وإن أصابته ضراء راضية، لأن الرضا ده مستحب ولا يصل إليه إلا يعني المؤمنين الخلص اللي هم خلاصة المؤمنين، سواء كانوا من الأنبياء أو من الصحابة أو من التابعين، خلاصة المؤمنين هم اللي بيوصلوا لمرحلة الرضا. لكن أحد المؤمنين اللي زي حالتنا كفاية عليهم أو إن هم ربنا يكرمهم بس بنعمة الصبر، بس الصبر الجميل مش الصبر اللي فيه ضجر، يعني مش الصبر ان واحد مريض فتسأله أخبارك ايه فبيقول لك مثلا ايه يعني الحمد لله عيشها واخرتها الموت، ده مش صبر. ده واحد كأنه بيقول انا مقهور على الصبر، انا ربنا ابتلاني وانا يعني انا راضي غصب عني او صابر غصب عني. لا، اصبر الحمد لله بخير الحمد لله، حتى لو اشتكيت. قال ابن مسعود من قال الحمد لله قبل الشكوى فليس بشاكن. يعني واحد بيقولك انت عندك مثلا آلام في القلب أو في المعدة، ربنا يا رب
يشفينا ويشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين. فواحد بيسأله أخبارك إيه؟ فبيقول له الحمد لله، شوية تعب كده في القلب، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. فمن قال الحمد لله فليس بشاك. فالمولى عز وجل بيقول وأنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، هو اللي هينتفع مش أنا. لأن ربنا قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. الطاعة بتاعتنا بتنفعنا إحنا مش بتنفع ربنا، ومعصيتنا بتضرنا إحنا ما بتضرش ربنا سبحانه وتعالى. الله غني عنا سبحانه وتعالى. فإذن حسن الظن بالله. ولذلك في الحديث القدسي العجيب الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن، والحديث ده الحقيقة لما بقف معاه حقيقي والله العظيم بلا مبالغة بشعر أن جسمي كأنه بيأشعر. المولى عز وجل بيقول يا ابن آدم، وخد بالك بقى نفصص الحديث مع بعض، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أطراف السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة. أقف مع الحديث ده فكده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. المولى عز وجل بيقول يا ابن آدم، مع إن كان يستقيم لفظ الحديث لو إن ربنا قال يا عبدي أو يا مؤمن أو يا مسلم، مش يستقيم؟ ينفع؟ تعالوا نجربها. لو قال يا مسلم إنك ما دعوتني ورجوتني، لو قال يا مؤمن إنك ما دعوتني ورجوتني، لو قال يا عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، ليه قال يا ابن آدم؟ لأن عايز يقول لك إن آدم اللي هو أبونا جميعا لما عصى ربنا وتاب ربنا تاب عليه، وإنت ابنه وما أنتش معصوم وأكيد هتعصاه، فبيقول لك توب زي ما أبوك تاب عشان أغفر لك زي ما غفرت له. شوف الرسالة الجميلة ديت، كأنه عايز يقول لك أنت مش معصوم، كتر من الاستغفار. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى صحيفة يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. وقال في رواية أخرى طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن يا ابن آدم إنك ما دعوتني، وبعدين دعوتني مش كفاية، خد بالك قال لك ورجوتني. الله، ده يدينا معنى جديد قوي. ده مش مجرد فقط ما واحد بيقول لك ايه انت في ازمه طب ما تدعي، لا الموضوع مش كده. ده موضوع الدعاء ده بقى احنا عايزين مره نتكلم بقى عن اداب الدعاء وعن اسباب استجابه الدعاء وعن مواطن استجابه الدعاء وعن اوقات استجابه الدعاء وعن مفاتيح ابواب السماء وعن ده موضوع، يعني موضوع خطير جدا جدا، موضوع فوق. ومين اللي ربنا بيستجيب لهم دعائهم؟ في اشخاص معين، مش اشخاص يعني محمد واحمد وسيد، لا اشخاص يعني ايه، يعني مثلا دعوه المظلوم، دعوه الوالد لولدي، دعوه الوالد على ولدي، دعوه المسافر، دعوة يعني المريض دعوته مستجابة، وهكذا. الدعاء عند التقاء الجيوش، الدعاء عند نزول المطر، في حاجات معينة وفي أوقات معينة وفي مناسبات معينة وفي أشخاص معينة، يعني أنواع معينة من الأشخاص ربنا بيستجيب دعوة الصائم، واخد بالك، عند فطر. فإذا يعني سبحان الله، يبقى إنك ما دعوتني، بس ما ينفعش الدعاء لوحده، لازم مع الدعاء رجاء حسن ظن بالله. أديك مثال بسيط، واحد مريض وطال بيه المرض، فبواحد بيقول له ما تدعي، ادعي ربنا يشفيك ان شاء الله، فبيقول هدعي ولو ان عارف النتيجه ان انا هفضل برضه مريض. يعني عايز يقول ايه؟ انا عايز اقول انا هدعي وربنا مش هيستجيب لي، يبقى مش هيستجيب. ما هو ربنا قال كده، انا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، ان ظن بي خيرا فله، ظن بربك خير. قول انا هدعي وانا مريض وانا واثق، والله انا واثق إن ربي بمجرد مرفع إيديه هيستجيب لي. طيب لو ما استجبش، في ثلاث أحوال وإنت الكسبان في الثلاثة، وأكبر مكسب في الثالثة بقى. المكسب الأولاني أنا مريض بقول يا رب شفيني، فرقم واحد ربنا شفاني، ده الحالة الأولى مع الدعاء، إن ربنا يستجيب لك الدعاء في ساعتها، أو مش لازم في ساعتها، يعني أقصد يعني إيه ربنا يستجيب دعائك فربنا يشفيك، ممكن في ساعتها، ممكن بعد ساعة، ممكن بعد يوم، ممكن بعد شهرين، بس هيستجيب لك. طيب الحالة الثانية، إن أنا دعيت فربنا ما استجبليش
الدعاء دوت، لكن رفع عني من البلاء بما يوازي هذا الدعاء وأكثر. وده أمر فعلا الذين يؤمنون بالغيب بقى، ده أمر محتاج أن تكون عندك يقين فيما عند الله. بمعنى أنا بدعي يا رب وسع علي، أو يا رب اشفني، أي حي دعاء في اللحظة ديت كان ربنا مقدر سبحانه وتعالى أن ابني يحصل له حادثة عربية. خد بالك، ماشي في الشارع فالعربية معدية، فكانت العربية دخل عليه هتاكله دلوقتي. خد بالك بقى، في نفس اللحظة الأب كان بيدعي، هو كان أبوهما صالحا، فالأب كان بيدعي. وبعدين الأب مش لازم يدعي في وقت الابتلاءات بس، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بإسناد حسن: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. يعني يا جماعة احنا بس مش لازم نقع في أزمة عشان ندعي، لا، حتى لو انت قاعد في قصرك وعندك أحدث عربية ومتجوز وعندك زوجة طيبة وأولاد ما شاء الله زي الفل ومتمتعين بالصحة والعافية وعندك فلوس وعندك مشروعات، ادعي قول له يا رب رغم كل اللي أنا فيه ده، يا رب رغم القصر اللي أنا عايش فيه والعربيات اللي عندي والمشاريع والزوجة والأولاد، والله يا ربي أنا فقير إليك، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا من غيرك والله ما أسوى حاجة، أنا من غيرك والله العظيم ما أسوى أي شيء في الدنيا، ولا قيمة لي ولا قدر يا رب من غيرك، أنا ممكن أستغنى عن الأكل والشرب والدنيا كلها لكن لا أستغنى عنك طرفة عين. الافتقار إلى الله ده من أسباب حفظ النعم، إن أنت تلجأ لربنا وتنكسر بين إيدين ربنا. مش المال يغرك والمنصب يغرك وده يغرك، خليك كده عبد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، خليك كده عبد كده المؤمن ويألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، خليك إنسان بسيط كده قريب من قلوب الناس، ما تعملش بينك وبين الناس حاجز بالكبر والغطرسة والمعاملة السيئة، وإن أنت عشان تعمل لنفسك برستيج معين فلازم تعمل نفسك كده إيه حاجز بينك وبين الناس. إلغي الحواجز، إلغي الحواجز، واحرص دايما على أن أنت تكون قريب من الناس كلها سواء المؤمنين أو الكفار. طب المؤمنين أبقى قريب منهم دي معروفة لأن دول مؤمنين، طب والكفار عشان تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى عاملهم أحسن معاملة بنية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وانت الكسبان، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يبقى الدعاء ومع رجاء أن أنت يكون عندك حسن ظن بالله، وانت عمال بتدعي كده انت عندك يقين ان ربنا هيستجيب لك وان ربنا هيكرمك. ويا حبذا بقى ويا سعدك ويا هناك لو كنت بتدعي الدعوه ليك دي بتاعتك دي لحد غيرك، يعني ما معكش فلوس، الدنيا مقزمه معاك، ربنا يا رب يفرج هم الناس يا رب ويفك كربهم ويوسع عليهم ويسد ديونهم يا رب العالمين، انت بتدعي بتقول مثلا يعني انت مديون وليك جار مديون او صديق او قريب، فبتقول يا رب سد دين فلان، يا رب يا رب سد دينه، يا رب فرج همه، يا رب وسع عليه. في ملك موكل يا حبيبي دلوقتي في اللحظه ديت، والحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ما من عبد او ما من مؤمن يدعو لاخيه المؤمن بظهر الغيب الا وعنده ملك موكل يقول امين ولك بمثل. الله، يبقى نرجع للحديث، انك ما دعوتني ورجوتني، ما دام الدعاء مع رجاء وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، خد بالك بقى، شوف بقى الثمره في ساعتها، غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. ولم يحدد المولى عز وجل أي ذنب، يعني ما قالكش إيه لو دعيتني ورجتني أنا هغفر لك كذا، لا. طب قبل ما نكمل الحديث احنا نسينا موضوع حالات الدعاء، قلنا الحالة الأولى اللي هو أن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك، الحالة الثانية أن ربنا يرفع عنك من البلاء بما يوازي الدعاء. أنت قاعد بتدعي أو أنا قاعد بدعي وابني ماشي في الشارع، كانت عربية دخل عليك كانت هتشيله كانت هتموته، وفجأة وأنا بدعي في نفس اللحظة الدعاء التقى مع القضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والقضاء يعتلجان يتصارعان إلى يوم القيامة. ومش ممكن أبدا في اللحظة دي القضاء يغلب الدعاء، إما أن الدعاء يغلب القضاء وإما يفضلوا يتصارعوا لحد يوم القيامة ولا ينزل القضاء. بسبب إيه؟ بسبب أن العبد ده كان بيدعو وبيرجو ربنا في اللحظة ديت. ففي اللحظة ديت ابنك دخل على العربية وانت بتقول يا رب فرج همومنا، يا رب احفظ ولدنا، يا رب يا رب يا رب، وانت بتدعي فجأة واحد راح شادد ابنك من قدام العربية والعربية عدت. شفت بقى فضل ربنا؟ كان ابنك هيجيله مرض او ابني هيجيله مرض وكان هيعمل عملية هتكلفني 70-80-100 ألف جنيه، وانا بادع عشان ربنا يرزقني ب 5000 جنيه،
فربنا سبحانه وتعالى ما رزقنيش الخمس تلاف جنيه، لكن صرف عني ان ابني يحصل له حادثة او مرض يكلفني 100,000 جنيه، بالاضافة لحصرت على ابني، فربنا يرفع عنك من البلاء بما يوازي الدعاء. الحالة الثالثة، ودي انا بعتبرها اللي هي بقى الصفقة الكبيرة جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى يأتي بعبده يوم القيامة ويقول له عبدي قد دعوتني في يوم كذا وكذا بكذا وكذا، صح؟ مش انت طلبت الحاجة دي؟ يقول له بلى يا ربي. يقول له فاستجبت هذه لك في الدنيا، حصل يا ربي فعلا، انا طلبت منك يا ربي انك ترزقني بعربية، فعلا رزقتني بعربية. طيب ودعوتني في يوم كذا بكذا وكذا، صح كده؟ ايوه يا ربي، انا ما استجبتلكش الدعوه بتاعتك، لكن صرفت عنك قضاء كان نازل عليك في اللحظه دي، كان هيكلفك قد النعمه اللي هديها لك دي 10 مرات. فالعبد ما كانش شافها، لكن ربنا هيعرفه. والحاجه الثالثه بقى، ويقول له وقد دعوتني في يوم كذا وكذا فاجلت الاجابه الى يوم القيامه لافرج عنك به كربه من كرب يوم القيامه. فالعبد في اللحظه دي هيتمنى ايه؟ يتمنى ان ربنا ما كانش فرج عنه ولا كرب لا في الدنيا ولا اي حاجه، ولا استجاب له ولا دعاء في الدنيا، وانه يفرج بيه عنه كرب يوم القيامه. يا سلام، شفت دي حالتك مع الدعاء؟ يبقى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولم يحدد ذنبا، ما قالكش هغفر لك الزنا، ما قالكش هغفر لك الربا، ما قالكش هغفر لك السب واللعن، ما قالكش هغفر لك، لا 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 لا، على ما كان منك ما عدا المظالم طبعا، لان المظالم دي لها شان اخر، لأن المظالم لا يغفرها الله عز وجل، وإنما يغفرها المظلوم. وخد بالك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحديث الذي رواه البخاري، قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. تعامل هناك بالحسنات والسيئات. خد بالك، قال لك تحلل من المظلمة، ما قالكش بكرة بعد أسبوع بعد شهر على أول السنة، قال لك لا، فليتحلله منه اليوم. طب ليه اليوم؟ قالك يعني ممكن تموت النهاردة، ممكن تموت بكرة، حدش عارف، يعني إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقالك إلحق نفسك وتحلل من المظالم دي. فقالك يعني إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. أي ذنوب عندك مهما كانت، شوف دي، لأن قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله ستسع لا محالة. يبقى إذن ده يخلي عندك الرجاء وحسن ظن بالله يعلو شيئا فشيئا، كل يوم والتاني وكل لحظة والتانية دايما حسن ظن، حتى في عز البلاء. يعني في عز البلاء اللي احنا عايشينه الآن، ربنا يرفع يا رب البلاء عن أهل مصر وعن أهل سوريا وعن كل المسلمين في كل زمان ومكان يا رب العالمين، ويوسع أرزاق المسلمين يا رب العالمين، ويسد ديونهم ويربط على قلوبهم ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم، اللهم أمين يا رب العالمين. فشوف بقى سبحان الله، غفرت لك على ما كان منك، أي ذنب، ومش هحدد لك ذنب معين، على ما كان منك ولا أبالي. طب كأن واحد بيقول يا رب ده في ناس عندها ذنوب أكتر، فإذا بالحق جل وعلا يقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو من الأرض كده ذنوب نرصها فوق بعضها توصل لحد أطراف السماء، برضو مع كل ده ما دمت بتدعوني وترجوني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا رب في والله العظيم في ناس ذنوبها أكتر من كده كمان، يا خبر أبيض، في واحد ذنوبه أكتر من الأرض للسماء، في ناس ذنوبها أكتر من كده بكتير. فإذا بالحق جل وعلا يقول يا ابن آدم لو أتيتني، يعني أنا هجيبها بقى من الآخر، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، بس بشرط واحد بقى، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، شفت سعة رحمة ربنا عاملة إزاي؟ مين في الدنيا بعد النهاردة بعد الكلام ده يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى؟ مين في الكون ده كله بعد الكلام دوت ما يبقاش عنده رجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا ترجو الله وهو أرحم بك من رحمة الأمة بطفلها الرضيع؟ وقلناها بكده بدرس كما في الحديث اللي رواه البخاري، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد الغزوات، بعد ما الغزو خلصت جات امرأة كده من السبي وتبحث عن طفلها الرضيع، فوجدته فألقمته ثديها وقعدت تبكي، فدموعها نزلت على خد الطفل، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الدموع وقال صلى الله عليه وسلم أترون هذه الأم ملقية ولدها في النار؟ معقول الأم اللي بالحلال ده كله ممكن ترمي طفلها الصغير ده في النار؟ قالوا له لا يا رسول الله، مش ممكن طبعا، ودي إجابة أي حد في الدنيا، يعني لا يا رسول الله. فقال والله
والله، والنبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج انه يحلف، قال والله لله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع. يا سلام، شوف التقريب الافهام، والا فلا طبعا يعني لا تشابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ربنا من رحمته بينا فتح لنا باب التوبه لا يغلق الا في حالتين بس اللي يغلق فيهم باب التوبه، اذا وصلت الروح الحلقوم خلاص في اللحظه ديت خلاص هو شايف الحقائق قدامه، وصلت الروح الحلقوم معنى كده انه شايف ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب وخلاص، ايه الحقائق قدامه، الامور الغيبيه اصبحت الان امور مشاهده خلاص، اصبحت كده ايه شايفها قدام عينيه، فما ينفعش يؤمن في اللحظه دي خلاص، مرحله الايمان عدت. يبقى اذا بلغت الروح الحلقوم دي المرحله الاولى التي لا يقبل فيها توبه، والمرحله الثانيه حين تطلع الشمس من مغربها، معروف ان الشمس بتطلع من المشرق وتغرب من المغرب، في اخر الزمان تغير هذه الآية الكونية وبدل ما تطلع الشمس من المشرق تطلع من المغرب، ودي علامة من علامات الساعة الكبرى، وعلامات الساعة الكبرى 10، فدي علامة من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من المغرب. لو طلعت شمس من المغرب في اللحظة ديت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني لو واحد إيمانه بدرجة معينة وعايز يزود ما ينفعش يزود، لو واحد كان كافر وعايز يسلم لا يقبل منه إسلام، ده في اللحظة دي. وأما ما سوى ذلك فباب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهنا قال جميعا لسبب، لأن في آية أخرى قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنما هي الآن جميعا ليه؟ قال لك لأن ممكن يجي واحد مذنب فيروح لواحد عابد ما يكونش عنده علم فيقول له أنا عملت ذنب كذا، هل له توبة؟ هل لي من توبة من هذا الذنب؟ فممكن هذا العابد لأنه مش عارف فممكن يقول له لا، ده الذنب ده بالذات ما لوش مغفرة، خلاص ده أنت كده خلاص ضعت، فيأسوا من رحمة ربنا. مع أن حتى الشرك يعني ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ده عشان يقبح أمر الشرك في قلوبنا، إن محدش فينا يقع في أي أمور شركية سواء من الشرك الأصغر أو الأكبر. ومعلوم أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لكن الشرك الأكبر هو الذي يخرج من الملة. فالمولى عز وجل رغم أنه ذكر هذا إلا أنه في آية أخرى قال جل وعلا عن الشرك برضو نفسه، قال كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. إيه سنة الأولين؟ المولى عز وجل بيقول قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم الكفار دول الكفار قريش، قل للذين كفروا إن ينتهوا يعني ينتهوا عن الكفر وعن الإلحاد وعن الشرك بالله سبحانه وتعالى يغفر لهم ما قد سلف، هغفر لهم كل ذنوبهم ويبدأ صفحة جديدة بيضة خالص ما فيهاش ولا ذنب. وإن يعودوا هيعودوا بقى للكفر وهيستمروا عليه ومش عايزين، فقد مضت سنة الأولين، أي سنة الأولين في إهلاك القوم الذين أصروا على كفرهم فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. لأن النبي وضح كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال إن الله لا يملي للكافر، ربنا لا يعجل سبحانه وتعالى، الله لا يعجل لعجلة أحدكم. أنت بتشوف مثلا إنسان كافر وعمال يأذي في الناس ويمين وشمال ويخبط فيهم ويعمل، فربنا سبحانه وتعالى لا يعجل، لا يأخذ أخذ عزيز مقتدر، وإنما يصبر ويمهله لعله أن يتوب، لعله أن يرجع، لعله أن يتحلل من المظالم، لعله 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 في الآخر خالص لما الإنسان ده خلاص رافض كل يعني أسباب النجاة اللي ربنا فتحها له، فربنا يأخذه أخذ عزيز مقتدر. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ النبي قول المولى عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. عشان كده محتاجين إن احنا نستحضر المعنى ده، ربنا فتح لنا باب التوبة طب ليه ما بنتوبش، ربنا فتح لنا باب الأمل طب ليه ما يكونش عندنا رجاء وحسن ظن بالله، ربنا فتح لنا حاجات كتيرة جدا. اقعد بص لما يكون في إيدك كوب زي دوت كده رجاء الله يبارك في عمرك، ما تبصش للنص الفاضي، بص للنص المليان كده أحسن الظن بالله. بدل ما الإنسان تيجي تسأله أخبارك إيه وعامل إيه، فبدل ما يقعد يشتكي لك ويقول لك ده أنا عندي كذا وعندي كذا ومريض ومش عارف إيه، طب احكي لي النعم اللي ربنا ادهالك يا أخي. كفاية نعمة الإسلام، كفاية نعمة العقل،
ان انت ما تكونش انسان مجنون وماشي في الشارع الاولاد بيحدفوك بالطوب. كفايه نعمه البصر وان انت مش محتاج حد يقودك لحد حتى الحمام اعزك الله. كفايه نعمه ان ربنا سبحانه وتعالى رزقك بنعمه الايمان والتوحيد وان انت تكون من اهل السنه وان انت تكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وان انت ربنا يرزقك نعمه الالتزام والصلاه والعباده وان انت ربنا يرزقك نعمه بر الوالدين وان انت ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا رزقك الصبر عند اي بلاء وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر لان ربنا قال عن اهل الصبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. كمل مع بعض جنة الرجاء ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك يا خير دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا.
الوداع وجب الشكر علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. كمل مع بعض جنة الرجاء، أن يكون عندك رجاء في الله سبحانه وتعالى مهما تحطيت في ظروف، في أي وقت وفي أي ظرف وفي أي حال، يكون عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. يحكى أن أحد السلف في يوم من الأيام اتاخد ظلما كده وعدوانا ودخل السجن. فلما دخل السجن وبعدين واحد بيقول له يعني أنت كبير في السن ولا تتحمل، قال وإن كنت أنا لا أتحمل فأنت أيضا لا تتحمل، ولكن عندي رجاء في الله سبحانه وتعالى أنه لن يصبح علي الصبح إلا وقد فرج الله عز وجل كربي. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن الرجل ده ما مرتش عليه ساعة إلا ونادى عليه السجان أين فلان ابن فلان، قال أنا، قال أخرج فخرج. حسن ظن بالله، رجاء فوق الخيال. الإنسان مهما كان في عز بلاء لا يخطر على قلب بشر. شوف سيدنا موسى عليه السلام لما فرعون طالع بجنوده عشان يقتله هو ومن تبعهم من المؤمنين من بني إسرائيل، وأول ما وصلوا عند البحر عند شاطئ البحر الأحمر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، بالتوكيدين إنا لمدركون، خلاص البحر قدامهم. خد بالك من المنظر، والناس زمان ما كانوش متعودين قوي على البحر زي حالتنا كده، البحر قدامهم وفرعون وراهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قبل ما ينطق النون بتاعت سيهدين فأوحينا، الفاء اللي هي بتاعت التعقيب والسرعة اللي أنا مسميها فاء الفرج، فأوحينا إلى موسى أن نضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فربنا نجاه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أن الإنسان يكون عنده في عز المآس اللي هو فيها ده يكون عنده رجاء في الله، حسن ظن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وهو في الغار ومعه أبو بكر والمشركين وصلوا لحد ما وصلوا بقى واقفين قدام الغار، وإذا بقى أبو بكر يقول يا رسول الله، بيهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فربنا نجاه، حسن ظن في عز ما أنت يعني. شوف ربنا يعافينا فيك، لو إني ابني قدام عيني وبيعدي الشارع وانا شايف عربيه داخله هتشيله، عند حسن ظني بك رب هتنجيه. طبعا المفروض ان في اخذ بالاسباب، لكن انا بس بتكلم يعني قدرا هو معدي كده، خد بالك عند حسن ظني يا رب انك هتنجيه هينجيه. لو عندك لو حطيت في مأزق مادي معين، وناس كتير بتعاني من مأزق ماديه، خد بالك ومحطوط في مأزق مادي معين ولا قدر الله عليك شيكات وممكن تتسجن وممكن قبل ميعاد التحصيل، احسن الظن بالله، احسن الظن بالله على طول طبعا، بس قصدي يعني حتى لو ما معكش فلوس وبكره ميعاد الشيك والا السجن والا السجن او الحبس او رفع قضيه، انا عندي حسن ظن بالله ان شاء الله ربنا يفرجها، ان شاء الله ربنا هيسرها، ان شاء الله ان شاء الله. سبحان الملك سبحان الملك، ياما ناس اتحطت في مواقف لا تخطر على قلب بشر، وفي لحظة من اللحظات ربك سبحانه وتعالى ييسر لهم النجاة وييسر لهم الخير وييسر لهم بحسن تقديره سبحانه وتعالى إن ربنا يخرجهم من المآزق دي. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. ده الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض اللي قال عن نفسه أما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رغم تلك العظمة التي لا تخطر على قلب بشر ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، كل ليلة يا مسلمين، مش أقول كل أسبوع ولا كل شهر ولا كل سنة، كل ليلة، وينادي وينادي سبحانه وتعالى على عباده النيام ويقول من يدعوني من يدعوني فأستجيب له فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأجيبه، من يستغفرني فأغفر له. الله، ويفضل يكرر في الثلاث أسئلة دولت من التلت الأخير لحد أذان الفجر. المولى عز وجل ينادي علينا، ليه ما نقومش ونتعرض لنفحات ورحمات ربنا سبحانه وتعالى؟ قوم، أنا لا أشق عليك، مش أقولك قوم صلي 11 ركعة يا سيدي، قوم حتى صلي ركعتين، قوم في عز المآس اللي احنا فيها والمآزق اللي احنا فيها،
والبلاء اللي بتعاني به الأمة. مش لازم تكون بلدي اللي بتعاني من البلاء، ممكن تكون بلاد المسلمين والمؤمنون، يعني كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يبقى أن أنت تتألم لو مسلم اشتكى في الصين بتتألم وقلبك بيوجعك، لو مسلم اشتكى في اليابان في الهند في الصين في أي مكان في الدنيا بتتألم، تتألم لأنه في النهاية هو أخوك في الله. خد بال حضرتك، قوم كده وقوم صلي ركعتين، وقوم صلي ركعتين وانت ساجد كده، ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى، حتى خلي الدعوه مش لازم تكون ليك، ادعي للناس. وزي ما قلت لك عندك ملك موكل هو الامين ولك بمثل، ومن المعلوم ان دعاء الملك ليك افضل من دعائك انت لنفسك لان ربنا، لان النبي قال عننا كل بني ادم خطاء، كلنا اصحاب ذنوب. وخد بالك لان ما فيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح بقى مش احنا كده خطائين، لكن الملائكه بقى ربنا قال عنهم ايه؟ قال لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالعاصي اللي زي حالاتي لما يدعو ممكن ربنا يستجيب له، ممكن ربنا ما يستجبلوش. ممكن لو انا يعني بدعو وانا باكل حرام عازم، لا الله لا يستجيب للانسان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. الإنسان اللي بيأكل حرام يدخل على بيته حرام ويدخل على أولاده حرام وعلى زوجته حرام، كيف يستجاب لهذا الإنسان؟ يبقى نطلع من الحديث ده بأن من موانع إجابة الدعاء، هتقول لي بقى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، أيوة بس بشروط، انك ما تكونش ظالم حد واخد بالك، وانك ما تكونش بتاكل حرام. لان انت لو ظلمت حد وقام المظلوم ده حتى لو كان كافرا مش مسلم، اتقوا دعوة المظلوم، الحديث رواه احمد بسند صحيح، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فان الله عز وجل يقول وعزتي وجلال، يعني دعوة المظلوم، لانصرنك ولو بعد حين. وفي رواية فانه ليس دونها حجاب، ما فيش حجاب مع دعوة المظلوم. فالمظلوم لو وقف كده، هو لو كان كافر لو كان هندوسي وانت كمسلم ظلمته، لو وقف كده وقال يا رب اقتصري من هذا المسلم هيقتصري. ليه؟ لان في الظلم ربنا حرم الظلم كما في الحديث لو مسلم قال جل وعلا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، اي لا يظلم احدكم احدا، حدش يظلم حد. خد بالك، يبقى اذن من موانع إجابة الدعاء الظلم، ومن موانع إجابة الدعاء أكل الحرام. يبقى أنا لما أكل حرام ربنا ما يستجبش، هيستجيب لي إزاي؟ فأنت قوم وصل ركعتين لله، ما دمت ما بتظلمش حد، وما دمت إن أنت ما بتاكلش حرام، قول لي طب يعني لو باكل حرام ما صليش قيام ليل؟ لو أنا بظلم ما صليش قيام، لا قوم صلي قيام الليل، وأكيد ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وتروح ترد المظالم، وأكيد ربنا هيكرمك وتتحرى بعد ذلك وتاكل حلال. ما هو ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم رجل قالوا له يا رسول الله فلان يسرق بالنهار فإذا جاء الليل قام يصلي، فقال أما إنه سينهاه ما تقول. قيام الليل ده هينهى عن فعل الفواحش. ليه؟ قيام الليل ده يعني ده شرف المؤمن وقرب إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات كما ورد في الحديث. بلق قيام الليل دأب المؤمنين وقربة إلى رب العالمين ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. تخيل حضرتك إن باحثة أمريكية عملت بحث في إن قيام الليل ده من أعظم أسباب شفاء أمراض كثيرة جدا، لما عدتها عدت 25 مرض في قيام الليل، من ضمنها علاج المفاصل، ومن ضمنها علاج ضيق التنفس، ومن ضمنها علاج أمراض القلب اللي مش محتاجة جراحة، ومن ضمنها حاجة كثيرة جدا. خد بالك، وحتى اللي محتاج جراحة ربنا قادر يشفيك بقيام الليل. خد بالك، فالعبادة والقرب من ربنا سبحانه وتعالى راحة ليك وجنة ليك. قوم جرب كده، مش عايز أقول جرب بس عايز أقول اتمتع، من ذاق عرف ومن عرف اخترف. قوم بس كده جرب كده، وخد بالك جرب بس ركعتين قيام الليل، قوم كده وهيبقوا صعبين عليك أول مرة، تاني مرة هتلاقيهم شوية، تالت مرة هتلاقيهم يعني خلاص بدأت الصعوبة تروح، بعد كده بقى اتلذذ وتمتع، تحس بمتعة لا تخطر على قلب بشر. ربنا يرزقنا إياكم قيام الليل ركعتين، قوم صليهم كده وطول فيهم شوية. مش حافظ قرآن، امسك المصحف في إيديك، يجوز تمسك المصحف في النوافل مفيش مشكلة خالص، امسك المصحف في إيديك ونور نور كده خفيف كده عشان بس يديك كده يكون أدعى للخشوع بالنسبة لك، وخد بالك وقوم صلي وانت ساجد، اقعد اسأل ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يفرج كرب مصر وكرب سوريا
وكرب إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي تونس وكل بلاد المسلمين. إذن ربنا يرفع البلاء عن كل الناس في كل مكان يا رب العالمين. إذن ربنا يوسع أرزاق المسلمين. إذن ربنا يسد ديونهم. إذن ربنا يشفي مرضى المسلمين ويرحم موتاهم ويبارك في أولادهم ويشفي مرضاهم. إدعي كثر من الدعاء وهتلاقي ملك بيقول لك آمين ولك بمثل. لو دعيت لواحد الملك يقول لك آمين ولك بمثل. لو دعيت لمليون آمين ولك بمثل المليون. لو دعيت لتمانين مليون تسعين مليون آمين ولك بمثل التسعين مليون. ادعي وكتر من الدعاء وأكيد ربنا سبحانه وتعالى ممكن يرفع البلاء عن الأمة بدعاء إنسان مخلص. لعل وعسى تكون أنت اللي مخلص ولسه ما دعيتش. لعل وعسى تكون أنت اللي مخلصة ولسه ما دعيتش. قوموا وادعوا. الأمة محتاجة دعائكم. الأمة محتاجة الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب. لكن الإنسان ده رغم أنه ملوش قيمة عند البشر إلا أن عنده قيمة ليه قيمة كبيرة جدا عند رب البشر. لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. يعني في صنف من البشر لو قام دلوقتي وقال اللهم إني أقسم عليك أن تفرج هم أهل مصر ربنا يفرج هم أهل مصر. النوع ده موجود طبعا. لا تخلو الأمة من هذا الصنف الطيب المبارك. ياما في الزوايا خبايا. اوعى تحسبوا الناس الصالحين فقط هم اللي بيطلعوا يدوكوا دروس على التلفزيون. ده في ناس أحسن مننا ألف مرة وما بيحبوش يطلعوا على التلفزيونات ما بيحبوش يطلعوا على الفضائيات. في ناس مستخبيين. وإحنا لولا إن إحنا نخشى على نفسنا الإثم من إن إحنا ما نبلغش دعوة ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كنا قعدنا إحنا كمان استخبينا. بس لو الكل استخبى منها يبلغ سنة النبي للناس صلى الله عليه وسلم. عشان كده محتاجين إن لازم 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 بعضنا يتصدر للدعوة ولازم بعضنا يقوم يبلغ الناس ولازم ولازم ولازم. لكن بنتمنى إن تكون الدعوة زي ما بنقول وزي ما بقولها من ربع قرن ان احنا نرفع شعار البسمه والرحمه وان احنا نتعامل مع الناس برفق وبلين وان احنا ما نغلص على الناس وان احنا انا مش قاضي وجلاد. انا مش جاي عشان اقول لك تسمع كلامي تخش الجنه ما تسمعش كلامي تدخل النار. انا جاي فقط ببلغك وبقول لك ده طريق ربنا وده طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ده الطريق اللي يوصلك لربنا وده الطريق اللي هتمشي فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقك لربنا سبحانه وتعالى. وبقول لك فقط انا بدلك. انا شغلتي دلال الدال على الخير كفاعلي. أنا بدلك على الخير لعل وعسى ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلبك ليا وتسمع كلامي فتلتزم تمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ابقى بميزان حسناتي ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. كان الشيخ كشك الله يرحمه كنت قبل ما أجي الدرس والله كان وحشني قوي. الشيخ كشك الله يرحمه رحمة واسعة الناس الطيبة دي بيحشوني قوي فكان وحشني قوي. فشغلت له كده محاضرة كده قبل ما اجي والله كنت بسمعه وتذكرت الكلمة اللي كان بيقولها. كان بيقول والله فيما معنى الكلام طبعا يعني ان ما فيش مخرج لينا مما نحن فيه الا ان احنا نصطلح مع الله. وقلت صدقت والله يا شيخنا فعلا محتاجين صلح مع ربنا بقى. محتاجين نتصالح مع ربنا. محتاجين نرجع له. محتاجين بدل ما الناس ما هي مشغولة ببعضها وده بيسب في ده وده بيخون في ده وده بيشتم في ده وده عمال يتربص ده وده عمال يسجل لده وده عمال يتأمر على ده وده عمال ينصب على ده وده عمال يعمل ما ده. احنا بقينا عايشين في جو مزعج قوي. يعني الواحد بيحمد ربنا الواحد قافل على نفسه شويتين مش شويتين ثلاث شويات. القافله دي الحقيقه يعني نجت الواحد من مشاكل كتير قوي. لكن صدقوني الواحد حزين حزين على حال الامه. حال الامه الحزن قوي. صدقوني بدل ما ننشغل ببعض نشغل نفسنا بالله وندعي نشتغل وندعي للبلد دي ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج همها وان يفرج كربها. واكيد صدقوني ان ربنا هيوجد لنا فرج من حيث لا نحتسب. لان في النهايه البلد دي مصرنا الحبيبه اللي بنحبها وبنتقرب لربنا بحبها. صدقوني والله العظيم والله العظيم فيها ناس طيبين طيبه لا تخطر على قلب بشر. على قد ما فيها ناس ربنا يعافينا على قد ما فيها ناس طيبين والله العظيم تشوفهم عينيك تدمع من طيبتهم من 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 فطرتهم النقيه الجميله. في ما زال لسه لحد النهارده ناس تشوفهم كده يذكروك بالسلف الصالح. ناس طيبين ومش شرط ان يكون ملتحي. ده انا بعتقد والله اعلم ان ايمان العوام وايمان ابائنا وامهاتنا واجدادنا الناس البسطاء دولت انا بعتبرهم احسن مننا بكتير. لانه ناس كانوا رغم ان هم لا قرأوا ولا تعلموا ولا فاهمين حاجه يعني علوم شرعيه
إلا إن هم صدقوني والله العظيم كانوا عايشين الشرع، عايشين دين ربنا من غير ما يدروا. كان ما بينهم وفاء وإخلاص وحب وخدمة الجار وحب الخير للناس ومجاملات الناس والحزن الأحزان الناس. أنا كنت أشوف الأشياء دي في واقع حياتنا أيام أم الله يرحمها وأيام والد الله يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين رب العالمين. كنت بشوف فعلا تطبيق عملي الدين المعاملة، فعلا المعاملات فوق ما تتصوره. نرجع لموضوعنا، فالإنسان لازم يكون عنده رجاء في الله سبحانه وتعالى. ما تقولش ذنوبي تحول بين إن أنا أقرب من ربنا، ما فيش حاجة تحول بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فلو مليت الأرض كلها ذنوب وتبت ربنا ورجعت له هيغفر لك، ومش كده وبس، والله العظيم هيقلب حسن سيئاتك إلى حسنات. في الحديث الذي رواه المنذري بسند جيد أن رجلا سقط حاجباه على عينيه من كبر السن. انت عارف الإنسان لما يكبر في السن، ربنا يعافينا وعافيكم ولا نرد إلى أرض العمر، الإنسان لما يكبر أو في السن عدى 90-100 سنة عضلات الوجه والوش بتنزل شوية، بتضعف جدا، هتلاقي الحاجب نازل على العين. سقط حاجباه على عينيه من كبر السن، فجاء إلى النبي وكان لم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد. شوف خد بالك بقى يعني ايه، يعني بيكلمه يعني ايه، يعني كلام هو لسه مش عارف بقى مين هو رسول صلى الله عليه وسلم. فبيقول له يا محمد اني قد عملت من الذنوب، هو مش عارف قدر النبي لسه، اني عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. بيقول له انا عملت ذنوب، لو تاخد ذنوبي كده توزع على كل اهل الارض اللي عايشين تغرقهم كلهم. فاذا بالحبيب المصطفى نهر الرحمه وينبوع الحنان يفتح له باب الأمل، يبتسم في وشه ويقول له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد. مين في الدنيا يشوف بسمة النبي وما يشهدش صلى الله عليه وسلم؟ قال أشهد. قال أبشر، فإن الله، خد بالك بقى، هو في أثناء ما الرجل بيقول له يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم، الجملة دي خدت قد إيه؟ ما كملتش 10 ثواني. في العشر ثواني كان جبريل خد الأمر من ربنا ونزل من فوق السبع سماوات وهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم قل له أن ربنا غفر لذنوبه وبدلها له حسنات. قال إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. قال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول؟ قال أشهد. قال أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فالرجل مش مصدق، فقال له لا خذ بالك أنا مش بتكلم عن الصغائر، ده أنا عندي مصايب عاملها. قال له وغدراتي وفجراتي؟ قال له غدراتك وفجراتك. فكأن الرجل لما تستشعر الحديث ده حس أن الرجل ده كأنه كان متكتب بسلسلة من حديد وفجأة النبي راح فككها عنه. فالرجل ده فرحان جدا، فرحان فرحة لا تتصورها. أنا الذنوب اللي كانت مغرقاني وكانت عاملالي قيد ومكتفاني وكأنه قيد محطوط في العنق، فجأة كده القيد اتفك وربنا غفر لي، ومش غفر لي وبس، وبدلها لي كمان حسنات. فقال له الله أكبر الله أكبر. ولى الرجل وهو يكبر ويكبر ويكبر، والنبي يمسح على لحيته ويبتسم ويحمد المولى عز وجل. فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. من رحمة ربنا اللي تخليك دايما بترجوه إن الشيطان، إن إبليس أقسم بالله على إغوائك، ومع ذلك ربنا في المقابل سبحانه وتعالى، يعني في مقابل هذا القسم أقسم بالله، أقسم بذاته وعزته وجلاله سبحانه وتعالى على أن يغفر لك. في الحديث الذي رواه أحمد بسناد حسن أن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، هفضل أغويهم طول ما هم عايشين. فقال جل وعلا وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. الله، عيد الحديث الثاني، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الشيطان بيقول لربنا سبحانه وتعالى وعزتك وجلالك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، أفضل أغويهم طول ما هم عايشين. فالحق جل وعلا بيقول وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفرونني سبحانه وتعالى. ولذلك يوم القيامة احنا عارفين ان في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى له 100 رحمة كما ثبت في الحديث الصحيح.
فأنسى الرحمة واحدة في الدنيا في الكرة الأرضية دي كلها على مر العصور والأزمان منذ بعث آدم عليه السلام إلى يوم أو منذ خلق آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. كل الناس دي كلها والمليارات اللي بتروح وترجع وتروح وترجع، يعني اللي بتدفن واللي تولد غيرهم، مليارات بتروح بتموت ومليارات بتتولد، كل دول عايشين برحمة واحدة، مش للإنس بس، للإنس والجن والدواب والطير والوحش وكل حاجة. سبحان الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل الله عز وجل رحمة واحدة في الدنيا يتراحم بها الإنس والجن والطير والوحش، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيها. فإذا كان يوم القيامة رفع الله الرحمة إلى 99 رحمة حتى يتطاول إبليس ويظن أن رحمة الله ستسع. يا سبحانك يا رب، شيء عجيب جدا. في يوم من الأيام واحد جاب لي على زدهاية كده لقطة كده من على النت عجيبة الشكل، وكنت عرضتها في أحد برامجي. جاب صورة نمر أعزكم الله، نمر نازل يصطاد، النمر ده كان أنثى، فنزل النمر دي نزلة تصطاد، والنمر معروف هو والأسد في الغالب ما بيصطادوش غير لما يكونوا يعني إيه على آخره، يعني جعان، ممكن بقاله 10 أيام ما أكلش، أسبوع ما أكلش حاجة كده يعني، فنزل يصطاد أعزكم الله، وقع في نصيبه قردة كبيرة أم كده وحامل في آخر أيامها. فالمهم فالنمر راح مصطاده، وانت عارفين لما النمر بيصطاد حاجة أو الأسد بيصطاد حاجة على طول بيمسك من رقبة هنا عشان يكسر القصبة الهوائية فيتخلق في ساعتها في إيه؟ فتموت، فيبقى إيه؟ سهل أن يفترس الفرس بدل ما يقعد يعذب فيه يأكل من رجليه ولا بتاع. فمن رحمة ربنا، وده من كمان رحمة ربنا، إن ربنا يعني يلهم الحيوانات والدواب دي إنها لما تيجي تقتل حد تقتله تموته على طول وبعدين تاكله، مش تقعد بقى تاكل مثلا الغزالة أو القردة أو غيره، مش تقعد تاكله من رجليه وهو معذب وبعدين تاكل بطنه وهو معذب، لا لا، من رقبة موت وبعدين كل. سبحان الملك، شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فالنمرة ديت لقت قردة قدامها فاصطادتها، خنقتها كده من رقبتها وطلع بيها كده على تبة عالية كده عشان تاكلها. القردة ديت أعزكم الله كانت في أيامها الأخيرة، كانت حامل، فكانت خلاص على آخرها. فربنا يقدر ان النمره وهي ماسكاها من رقبتها القرد راحت منزله القرد اللي كانت هتولده صندوق كده، يعني حاجه صغيره خالص كده، فنزل حي. فلما نزل حي فالنمره لمحت المنظر دوت، كان نفسي افتكر كنت جبت لكم السيده معايا كنت تشوفوها معاكم دلوقتي على الهواء. فشافت الايه، شافت القرد الصغير، سابت الام وهي النمره كانت جعانه، سابت الأم سابت القردة ديت ومرضتش تاكلها، وخدت القرد الصغير حطته في حضنها وفضلت كده تلحسه بلسانها وخدته في حضنها وكأنه ابنها، طلع بيلعب فوق الشجرة وكان هيقع وكانت هتتجنن وراحت تجيبه مش عارف ايه لحد ما نزلته وخدته حطته في حضنها. إن لله 100 رحمة. أختم في دقيقة واحدة كده فالرحمة ديت، فالمولى عز وجل من رحمته إن يوم القيامة لما يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو من فوق الرؤوس، شيء عجيب جدا، مآسي عجيبة جدا، في يوم طوله 50,000 سنة لكن يعد على المؤمن كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، كما صح الحديث عند الحاكم: يوم القيامة يمر على المؤمن كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. وإذا بالناس في هذه المآسي دي كلها يقولوا من يشفع لنا؟ طب عايزين حد يشفع لنا، عايزين بس نبدأ الحساب، واخد بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى في عز المآسي دي كلها، فربنا يأذن سبحانه وتعالى في عز ما الأنبياء يروحوا له: يا رب، فيعني سبحان الله الناس تروح للأنبياء يسألوهم الشفاعة، فكل واحد فيهم يقول لهم حاجة معينة، لكن كانوا كلهم بيه أو أغلبهم بيتفقوا على جملة معينة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، خد بالك. وكل واحد يذكر ذنبه معين ما عدا سيدنا عيسى وسيدنا محمد عليهما السلام. فالشاهد في الموضوع ان سبحان الملك في عز ما ربنا سبحانه وتعالى غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يقول جل وعلا: ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء. فيأذن المولى عز وجل لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لوحده بثمن شفاعات في عز الغضب ده، ويأذن لكل نبي بشفاعة، ويأذن لكل ملك بشفاعة، ويأذن لبعض المؤمنين بالشفاعات. ثم يقول جل وعلا كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم:
شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار أي من أهل النار، ثم يلقيهم في نهر يقال له نهر الحياة، فيدخلون وقد امتحشوا يعني صاروا فحما، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ المنضود وفي رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة فإذا رأهم أهل الجنة قالوا هؤلاء عتقاء الرحمن دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم فرج هم مصري هم المصريين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المصريين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المصريين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين. اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المسلمين في كل أقطار الأرض. اللهم فرج هم المسلمين في كل أقطار الأرض. اللهم فرج هم المسلمين في كل أقطار الأرض. اللهم اجمعنا وإياكم صحبة على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يوم الاثنين الجاي نكمل مع بعض جنة الرجاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا من ثنيات يدها، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا. طلع البدر علينا من ثنيات